السلام الإله من كيران والسلام العزيز أفتتي. تقدم أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس. السيد الوزير، تصرف ميزانية الدولة، خزينة الدولة 8 مليار سنتيم سنويا على المعاشات الاستثنائية والتكميلية وفي مقدمتها معاشات الوزراء ومعاشات الموظفين السامين. احنا سؤالنا السيد الوزير محدد، اولا كم عدد المستفيدين من هذه المعاشات التكميلية والاستثنائية؟ ما هي فئات المستفيدين؟ ما هي الشروط التي تعتمدها الحكومة في صرف هذه الاستفادة؟ ما هي المساطر المتبعة للتأكد من أحقية المستفيدين مما يستفيدون؟ وشكرا. بالنسبة للمعاش البرلماني، أولا معاش البرلماني هذا شأن برلماني خاص، نحاول ما أمكن إحنا في الحكومة ما ندخلوش فيه إلا إذا دعينا إلى ذلك من قبل رئاسة البرلمان. المشكل اللي جعلنا إحنا نثيروا هذا الموضوع السيد الوزير ماشي هو الغلاف. الغلاف اللي كتصرفوه حنا من الساعه الاولى ملي قلنا 8 ديال المنير، بناء على معلومات ربما ما كانش دقيقه، ما كنقولوش باللي هو شيء كثير، ولكن حنا من الناحيه المبدئيه بكل صراحه السيد الوزير، حنا دوله اسلاميه والمبادئ ديال الاسلام كتبني على ان الدوله كتهتم اول ما كتهتم بالضعفاء والفقراء والمحتاجين. وسيدنا عمر كان كيقول الكرشوم اللي كتبدا تغرغر غرغيري او لا تغرغيري فلن تذوقي سمنا ولا زيتا حتى يشبع فقراء المسلمين او ضرر المسلمين. فباش تهتموا بالوزراء السابقين مزيان، ولكن خص اولا وقبل كل شيء تهتموا بعموم المواطنين الذين ليس عندهم شيء. اما الوزراء السابقون في الغالب يتدبرون شؤونهم، في الغالب كاين فيهم ناس شرفاء اللي ما تيرضاوش يمدوا يديهم، وحنا كيأسفنا بكل صراحه نسمعوا بان بعض الوزراء تيجمدوا الانشطه ديالهم الاقتصاديه باش يكون عندهم الحق في هذا المعاش. ولهذا فالقضيه بالدرجه الاولى السيد الوزير مبدئيه، القضيه بالدرجه الاولى قضيه سياسيه، بغينا المواطنين يعرفوا هذا الشيء، لان حتى من حيث البيان، من حيث البيان السيد الوزير كنبغيوكم تبينوا كما في حال من اللقاء بيني وبينكم، الكلام في المجتمع كثير على الاجور الوزراء، على التعويضات، على التعويضات ديالكم السيد الوزير، على على على, على, على التعويضات ديال النواب البرلمانيين، على التقاعد ديال البرلمانيين، والناس تيقول واش معقول هذا الشيء في الوقت اللي البلاد في هذه الوضعيه والفقراء في هذه الوضعيه. فحنا بغيناكم تطمئنوا المواطنين، فاذا كان عندكم شي حاجه ما تزيدونا باش تزيدونا طمئنا. شكرا لكم. لا ماشي الريع، لا اسمح لي، واحد الانسان وزير بغيت يغدا تلقى غارديان عاوتاني ماشي معقول. لا ولكن ولكن شويه غير شويه يخص يكون فعلا هذاك، ما يمكنش واحد الانسان وزير غدا تلقى غارديان ديال هذا الشيء. اصبح واضح لان هاد الناس اصبحوا يرون العدو في تقاعد الوزراء والبرلمانيين، يعني بغاو يحيدوا التقاعد باش يحيدوا الازمه. اقول لهؤلاء راكم غير كتحلموا، وان الغرض ديالكم يا من يصفكم سيد رئيس الحكومه بسكان الفيسبوك هو التشويش على الحكومه، واذا كان هذا غرضكم هو اننا نخرج طوال من بعد نهايه الولايه، راكم واهمين. لان فليس غادي يبقى البرلماني 8000 درهم والوزير 39000 درهم، وهذا هو القانون واللي اعطينا اختو يجي يديها. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.